definitely the wickedest thing I've ever heard in my life. وحسب المديرية العامة للأمن الوطني فقد سجل مرور والأمن الوطني شهر فبراير الماضي 1366 حادث مرور على مستوى المناطق الحضرية، توفي خلالها 69 شخصا وجرح 1414 آخرون بينهم 560 قاصرا. ويبقى بهذا العنصر البشري المتسبب الرئيس لهذه الحوادث بنسبة 96.9. هذا مش راح يلعب في الكلاسيكو في مدريد في هذا الكون في العالم كله. متى يأتي الهدف الأول في مرمى برشلونة؟ لغاية الآن دفاع برشلونة برافو، والحراء حارس المرمى برافو، ومحاولة برشلونة مفهوم جول 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 جول. إنه نيمار يعلع الكلاسيكو من البداية. نيمار يعلع الكلاسيكو ويحليه من البداية فقط عند الدقيقة الثالثة اللي لاقت برشلونة قبل الكلاسيكو. الهجوم يتواصل لمصلحة مارسيلو، مارسيلو حولها. أخيرا حكم المباراة، أخيرا حكم المباراة بعد مطالبات متعددة، يحتسب ضربة جزاء لمصلحة الريال، لمصلحة الريال. كريستيانو لو تسألني بصراحة أقول لك بيجيب الهدف الأول، بيجيب الهدف الأول. أعتقد مرمى برافو راح الآن يتلقى الهدف الأول. كريستيانو يتقدم، جول جول للملكي كريستيانو رونالدو. 15 هدف. يعني قلت لك اني نوصي فيك وكبير.